السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض فيديو جديد وهنتابع مع بعض دورة الفراخ البيضة ودورة الفراخ السيسو الاتنين على بعض يا جماعة، ويمكن كمان فيهم بعض فرخ بلدي كده، علشان لو انتوا شفتوا معاهم فراخ بلدي ما تقولوش يا مشيماء انت ده الفراخ تعمل معاها فراخ بلدي، لا هي يا جماعة يمكن شاملة تلات انواع على بعض بإذن الله. الفراخ البلدي اللي انتوا شايفينها ديت يمكن آخر يوم لهم النهاردة، لأن أنا هفصلهم بإذن الله بقى عن الفراخ دهيت وهسيب السيسو الأبيض مع بعض، لأن أنا هكمل بقية الدورة السيسو الأبيض، علشان الناس اللي هي يعني متابعة معايا السيسو ومتابعة معايا الأبيض برضه هتبقى متابعة معايا نفس برضه الوصفات ونفس الخلطات إن شاء الله هتبقى واحدة. تمام، بدل بقى ما نعمل ونحط ده لوحده ونحط ده لوحده وارجع صور ده وارجع صور ده، لا الاثنين يعني ما شاء الله الاثنين برضو سرعه نموهم واحده، يعني الابيض والساس. اللي هيختلف الموضوع خالص اللي هو البلدي، بس يعني اللي انتم شايفينه برقبين والحاجات دي كلها ده اللي انا هشيله. تمام، يعني على اساس برضو يعني ايه اوسع المكان لهم شويه. فدلوقتي انا عامله خلطه كويسه جدا، بس قبل ما اعمل خلطه يا جماعه حابه انبهكم لحاجه مهمه جدا. النهارده الجو كان هوا، يعني الجو بقاله كام يوم هوا كده وبرد، وكان النهارده الصبح برده كان في شتاء، فخدوا بالكم من اليومين دولت. اليومين دولت يعني اهم يومين ناخد بالنا منهم. انا سايبه المكان، يعني انا المكان اللي انا قاعده فيه دلوقتي يمكن انا فاتحه بس شويه عشان بصور، بس قافله طول النهار. الاضاءه سايباها برده شغاله طول النهار، اهيت عامله يعني نواس 40 واط ولمبه 100. تمام، يعني علشان انا مش مزوده في الاضاءه قوي، لان ما شاء الله نفس الفراخ لوحده مدفي المكان، علشان كده انا مش عايزه اصعد المكان اكتر من كده. في نفس الوقت برده يعني ايه بنسيب حاجه بسيطه كده زي تهويه بسيطه، يعني ما نكتمش على الفراخ خالص طالما الجو هواء وبرد وكده نكتم، لا الفراخ ممكن لا قدر الله تتعب مننا. نفس على بعض يصعد المكان، الفرخ يطشم الفرخ يتعب كده، يعني ناخد بالنا من الحته دي كويس. يمكن بكره كمان يمكن الموضه هتستمر يعني لغايه يوم الثلاثاء على ما بسمع يعني، فناخد بالنا من اليومين دول يا جماعه. اهم حاجه في اليومين دول نحاول ندفي الفرخه على قد ما نقدر، والمكان برده تحت يبقى نظيف. خدوا بالكم ما تحاولوش ان انتوا تسيبوا الفرشه يعني تحت منهم تكون طريه او مبلوله او كده، لا حاولوا انهم على طول دايما يبقوا نايمين على المكان يبقى ناشف. فالنهارده برده يعني انا عامله وصفه كويسه جدا، الوصفه دي برده هتبقى ايه هتزود معانا الوزن، لان انا قلت لكم يا جماعه الفراخ يعني دلوقتي هي في عمر التحويل، عايزين حاجه يعني تزود الوزن بتاعهم كل يوم والتاني هيبقوا بقى ان شاء الله يعني في وضع تاني او في حجم تاني. علشان كده انا بدات ان انا اعمل خلطات على طول تسمين ان هي تزود الوزن معايا، وفي نفس الوقت كمان خلاف ان هي تبقى يعني هتبقى تزود الوزن، لا كمان هتقضي على مشاكل معويه، يعني لو فرخ لا قدر الله في اسهال في توكسيديا في اي حاجه من ديت ده برده تبقى كويسه ان شاء الله. برده تشوفوها معايا وانا بحضر الوصف. هنحط لهم ميه يشربوا كده الاول، ده الميه اهي هنقلق برده نصها كده في يجي حوالي كوبايه، وفي الساقيه الثانيه ان شاء الله برده هحط حوالي كوبايه. ده برده الساقيه الثانيه اهي هنحط برده الكميه اللي باقيه ده اهي على الميه بتاعه الشرب بتاعتهم برده. ده كده حطينا لهم الميه اهي في الساقيتين الاثنين زي ما انتم شايفين، ساقيه في الاول وفي ساقيه يعني ايه قريب مننا شويه عشان تبقى متوزعه شويه عنا. الوصفه دي يا جماعه ده كويسه جدا، ان شاء الله برده هتشوفوها معايا وانا بعملها. ده بتزود حجم الفرخ معانا زي ما قلت لكم، وكمان بتعالج اي مشاكل معويه عند الفرخ، اسهال بقى غيره اي حاجه من الكلام ده. تعالوا نشوفها يلا ونرجع تاني. نحط لايك يا جماعه اللي ما حطش لايك ويلا بينا. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتنا اهي بعد ما عملناها. الوصفه بتاعتنا عباره عن ايه زي ما انتم شايفين، رز مسلوق. الرز ده يا جماعه ده كلته نشا كويس جدا، من جهه ان هو بيزود حجم الفراخ عندنا، بيخلي الفراخ ما شاء الله تشيل وزن كويس جدا، ومن جهه تانية حلو قوي للاسهال. ليه بقى للاسهال؟ لان زي ما انتم عارفين ان الرز بيبقى فيه كميه نشا كويسه جدا، وكمان خلاف كده يعني كمان خلاف كده وكده هنحط مكون كويس جدا على الحاجات دي كلها. دلوقتي هتشوفوها معايا، بصوا بقى ده الميه بتاعت الرز اهيت، ده كلتها كده نزلت اهي، حاول نصفها بس كويس. وده الرز، ده الرز المسلوق. هنستفاد من الرز وهنستفاد برده من الميه بتاعت الرز كده. دلوقتي هكبها بقى اهي، وده الميه هنشيلها على جنب علشان هنحط لهم في الساقيه بتاعته كده. بصوا بقى الاكل ده اهو، او الرز اللي انتم شايفينه دهوت، ده هنعمل فيه ايه؟
هنحط عليه كمون وهنحط عليه كزبرة. كمون وكزبرة كويس جدا للمشاكل المعوية اهو. حط شوية كمون كده اهو، يعني حوالي معلقة بس كده. ونفس الشيء برضو الكزبرة برضو حوالي معلقة كبيرة كده من الكزبرة. ده كده يا جماعة ممكن احنا نستخدم الوصفة ديت لكل يعني ايه كل الطيور عندنا. ممكن انت تعملها لكل الطيور عندك انت كده كده. حتى لو في ناس دايما ما بتيجي تطبخ الرز ولا حاجة ساعات بتصفيه، ممكن بدل ما انا بصفيه كده اكب المية على الارض، باخد المية بتاعته احطها على المية الشرب بتاع الفراخ دايما باستمرار نستعملها. ده كده برضو هنقلبه اهو في بعضه زي ما انت شايفين كده. شايفين بالشكل ده كده. هنعمل ايه بقى معايا؟ العلف اهو لسه لغايه النهارده باكل علف بادي. النهارده يا جماعه بقالهم عمرهم بقالهم 18 يوم، فالمفروض بقى بدل البادي دوت ناكل نام. فيمكن ان شاء الله علشان بس عم الشكاره تخلص عندي يومين كده وهقوم جايبه شكاره جديده هتكون نام. تمام. فهناخد الرز وهنحطه. بقول بصوا بقى انا هقول لكم برده على حاجه كويسه جدا، لو اي شويه رز عندك فايدين ولا حاجه ممكن ان انت تزودهم شويه ميه وتحطهم برده عندك على البوتاجاز، هتاخد الميه بتاعتهم ده لو انت مش حابه ان انت تعملي يعني من جديد. تمام. هتاخد الميه بتاعتهم وبرده هتصفي الرز دهوت، هتحطها على العلب زي ما انا ما عملت كده وتحط لهم شويه كمون وكزبره. ده كده بقى نقلب بايدينا بعد كده، هنتوه خالص في قلب العلف، في نفس الوقت هيغذيهم وهيبقى كويس جدا الرز ده يا جماعه على العلف، هيخلي الباقي عندك الفراخ ما شاء الله شايله وزن كويس جدا. مش هتخسري حاجه لو انت عملتها حتى مره في الاسبوع او مرتين، مش هتخسري اي حاجه خالص. وفي نفس الوقت برضو الفراخ عندك هتحب طعمه لان هي عليها كمون وكزبره، ده بيخلي ريحه العلف حلوه وبفتح شهيه الفرخ. وفي نفس الوقت لو في اي اسهال كده حتى لو خفيف ولا حاجه ده بيمنع الاسهال وكويس جدا. هنحاول بس ان احنا نفلفله كده عشان ميبقاش في اي تكتلات ولا حاجه وينزل من العلفات من عندنا. بدا ان هو خلاص اهو، في نفس الوقت برضو هيبقى عند العلف مفلفل زي ما انت شايفين كده، زي ما انت شايفين اهو بقى يا دوبك كده مفلفل خالص. شايفين بينزل معايا ازاي؟ تعالوا بقى يلا نحط الطيور عندنا. ده كده يا جماعه بقى اهو العلب بتاعنا زي ما انت شايفين مفرول ازاي، ولا اكننا حاطين عليه اي حاجه، يا دوبك بس هو الرز، والرز بس اهم حاجه يكون مستوي كويس جدا علشان الفراخ تقدر تاكل. خلاف كده وكده كمان ان ما شاء الله ريحه العلف يعني المكونات اللي احنا حطيناها عليه ده بتخليه ريحته كويسه جدا، بيجذب الفرخ كده ان هو ياكل لوحده، يعتبر كده لوحده يعتبر كده فاتح شاي. تعال نحط الفرخ يلا. يبقى كده يا جماعه حطينا الاكل زي ما انتم شايفين كده، الفراخ في العلفتين الاثنين، لان طبعا زي ما انتم شايفين العدد كبير فالمفروض يكون في علفتين وسقيتين. كل ما يزيدوا شويه في الحجم كل ما نزود لهم في السقيات وفي العلفات علشان ما يطلعش معانا فرخ صغير فرخ كبير، يبقى كل واخد ايه كل واحد واخد حقه في الاكل او في الميه او في الشرب كده يعني. تمام. فاحنا على طول دايما الناس اللي بتقول المكان ضيق عليهم كل ما بكبروا يا جماعه كل ما بوسع لهم المكان، يعني هو المكان يبقى كويس جدا. لو انا ان شاء الله لقيت فيه فرصه مثلا في بوكس فوق ولا حاجه هحاول ان انا افصل الساسو الفراخ الساسو ديت عن الابيض، وهحاول ان انا برده اصور الابيض لوحده. بس هو يعني يمكن اللي خلاني حطيت الاثنين مع بعض قلت المكان عندي. انتوا طبعا متعودين معايا في كل دوره ان انا بصور دايما الابيض لوحده، بس يا جماعه معلش هي ظروف الحجم. لو ما كانش الجو برد انا كنت ممكن طلعتهم في قلب عش فوق ولا حاجه، بس على ما اليومين دول عندهم وان شاء الله هنحاول برده نفصل كل حاجه لوحدها ده لو امكن يعني، ما امكنش هحطهم دولت مع بعض. طيب الوصفه دي ان شاء الله هنعملها امتى بقى؟ لو انت فعلا عايزه الفراخ تزيد معاكي بسرعه حاولي ان انت تعملها مرتين في الاسبوع، ده هتبقى حلو قوي ان شاء الله. برده استنونا في الفيديو الجاي هيبقى فيه مكون كويس جدا اول مره هعمله معاكم، بس ده هيفيد الفراخ كويس قوي قوي في المرحله دي بالذات. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.